خرجت لنا المدعوة سارة دندراوي مذيعة قناة العربية بتقرير عن قطر والخمور هناك، وهذا شأن خاص بين العربية وقطر. لكن في نهاية التقرير ذكرت سيئة الذكر اسم الكويت وأساءت الوطن الذي لم يضر أو يسيء لأحد. اسم الكويت لا يذكر يا سارة مرتبط مع الخمور، فنحن نجرمها ونحرمها. إذا قصدت ضرب بعض العاقين لدينا، إذا كان هذا عذرك، وجه سهامك لهم مباشرة وليس للكويت. رسالتي ليست لك لأنك صغيرة بالقدر والمقام، ولا تساوين شيء بمنظور الكويت وأهلها. رسالتي لرئيسك الأستاذ سلمان الدوسري، هل عاجبك كلام مذيعتك؟ ولا أظن الإساءة منك، لكن وجب عليك معاقبة المدعوة، يجب عليك إيقافها وفرض أشد عقوبة عليها. فعلاقة المملكة العربية السعودية والكويت أكبر من مذيعة وقناة، أكبر من مغامرة وإسقاط إعلامي. ما تواجهه المملكة العربية السعودية اليوم يا أستاذ سلمان الدوسري من حروب ومؤامرات إعلامية، من الواجب التخطيط السليم للرد والتخطيط لتفاديها وكسب الأصدقاء وإظهار صورة مشرفة ومشرقة، أفضل من أن تسيء مذيعتكم إذا لم يتم الاعتذار وإنزال أشد العقوبات على سارة، فتعتبر سقطة إعلامية وإيذاء للكويتيين. وبالختام ما أقول إلا الله يذكر طيب الذكر الأستاذ الكبير ترك الدخيل، فكان نعم الرئيس والشقيق للكويت. وأذكر الجميع، الكويت والمملكة العربية السعودية وطن واحد مهما حصل، ولكن وجب عقاب المدعوة سارة والاعتذار.